مرحبا، في هذا الفيديو يمكنك معرفة المزيد عن التقدم بطلب للانضمام إلى كارون وعن الوثائق اللي لازم تقديمها. من أجل الحصول على القبول في برنامج كارون تحتاج فقط لإثبات أن لديك وضع اللاجئ عن طريق تحميل ملف معين على موقعنا، على سبيل المثال طلب اللجوء الخاص بك أو تأكيد من قبل منظمة إغاثية. على موقعنا على الإنترنت يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة من الوثائق التي يتم قبولها من قبل كارون. عدا عن ذلك لا تحتاج إلى أي وثائق أخرى مثل شهادة اللغة أو شهادة الثانوية العامة للقبول في كارون. ملاحظة: للانتقال إلى إحدى الجامعات الشريكة أو أي جامعة أخرى سوف تحتاج للوفاء بمجموعة من المعايير الأخرى. في ألمانيا على سبيل المثال تحتاج إلى مستوى معين من مهارات اللغة الألمانية وشهادة الثانوية العامة المعترف بها أو لاجتياز اختبار القبول. بشكل عام يمكنك الدراسة في كارون حتى استعدادك وجهوزك للدراسة في جامعة فعلية. على موقعنا يتم توجيهك من خلال عملية التسجيل بمجرد الانتهاء من ذلك يمكنك البدء في الدراسة، وعلى عكس الجامعة الفعلية ليست هنالك حاجة إلى إعادة تسجيل منتظمة.